Chat reaction. السلام عليكم، اهلاكم في فيديو اخر معكم شات رياكشن جديد وفيديو جديد. اليوم فيديو شويه سبيسيال من ايو ادير. هادشي اللي طار هاد الايامات بالنسبه للوفاه ديال خونا، نقدروا نقولوا خونا يوسف الله يرحمه. جوبونس كلشي عارف القصه. المهم القصه على حسب ما كيتقال، كان غادي بموتور تابعينو البوليس، ديجا ما بين قوسين نورمالمون البوليس ما خاصهمش يتبعوا حتى شي واحد، فهمتي؟ ما خاص هادي اصلا تبع، ما خاصهاش تكون. وقال لك دفعوه تطيحوه وضرب في الشجره ولا شي حاجه، يضرب في الشجره شي حاجه. المهم شي كيقول لك مازال نزلوا وضربوه مازال. سو حنا ما بغيناش بحال هادشي، ما خاصوش يبقى يطرانا في البلاد. اي واحد عنده شي سلطه ولا عنده شي قوه ولا شي حاجه، والقوه والله سبحانه وتعالى، ما خاصوش فهمتي يلعب بهذيك القوه ديالو على الشعب ولا اي حاجه. رغم ان فهمتي كاين الشعب اللي ما كيحترمش هذا، ولكن فهمتي كاين القانون، ما كاينش تطبق داك الشيء بيديك، ما تطبق حتى حاجه بيديك، ما يناش. ايوا دير خرج التراك في هذا الموضوع هذايا كريستال، نتمسكوا ليه. بحال التراكات هادو خاصهم سيبورت، واي واحد يتفرج في هذه الرياكشن هذه دخلوا سيبورتيو هذا البلان هذايا، بارطاجيو بيناتكم. رمنا اخويا ايوا دير كريستال. What's in this track؟ بقات فيه الويده ديالو مسكينه، ما فهمتش اي واحد. حنا دابا غادوز شويه الوقت غتنسى غادي الحياه، ولني الويده ديالو مسكينه، ما هي اللي ما غاداش تنسى، ما تقدرش تنسى هي. بقات فيه قطعت لي قلبي، ولا قطعت لي قلبي مسكينه. لا ضربي خلوني كامل تاع الدنيا واز لا قلب بالعبار، ما بقيتش عارف راسي واش انا اللي عايش ولا شي حد غيري، خاصني نشوف الفار. ضميري كيأنبني كل النهار، سد الجامع ونسد طريق البار، مليت الكاس واخا هو اللي حاسب بيا، جا ما يضحكش ما عندو شي جرام ديال المرار. وهادي ركبتي في هاد البلاد بالحرام، وحنايا ما نطراش شفنا منو الضباب، حتى انا كان كيصحاب لي بلي بوه كيجيبها سهله، كما كيعيس العذاب. زوين غادي يقصر بحال هكا سير اولد سكول. بغيت ندوي على الارت وورك. ايوا ادير هو اللي كيصايب هاد الارت وورك، هو اللي كيخدم بحال هكا هاد الخدمه هادي، خدمه زوينه غوبريزونتاتيف كريستال نورمالمون، تجسيد الجسم ديالو نورمالمون. اي واحد كيموت بالظلم ولا كيموت بشي حاجه بحال هكا راه نورمالمون راه كيكون محسوب شهيد. سو الله يرحمه صراحه، الله يرحمه، الله يصبر الوالده ديالو. وايو ادير صراحه التراك ديالو زوينه، عجبتني هاد الكلمه، هاد السطر اللي قال ديال كان كيصحابني الوالد كان كيجيبها سهله، ولكن ما كانش كيدوق، ما كانش كيقاس العذاب. ترى كان كيصحاب لي بلي بوه كيجيبها سهله، كما كيعيس العذاب. ما كانش الضحك دابا جيت نخوي الفاب، حتى حاجه ما سهله، انا كاع ما كان الشاس واخا تفيق من النعاس، تران ديجا داز خاص تسنى ترجع طلع من عقلي داوي، ما كاينش شاص النوع كنمشي وسط الطريق راسي مرفوع، عشق قاع داكشي اللي ما بغيتش نعيش، ولد الشعب من الحافه مدفوع، موت لا جا شديني افرح وغنزيد بقي من عيني، كنقلب على الصحراء بحال شي كامل، حتى هما اللي بغاونا نبانو خايبين، احنا بنا زايغين بالدراما فايتين، الهنود والامريك خاصنا غا الصرف نعيشو صايمين، معاكم فاضل ارتشابو سيني شنو بقى من اللي خاصو يحميك يقتلك كريستال غلا من لحمك، شنو بقى دوبوا محكم في عقلك تقدر يخليك تكريزي اللي جنبك. ياس كتحس بكلمات فهمتي خارجين اميكس ما بين الواقع المعاش وما بين هادشي اللي طاري، هادشي اللي طرا بحال هكايا. فهمتي ما عرفتش دي فوا كتقول بلان كون ما يهربش الموطور ولا شحال تخرج فين ما بغات تخرج، مي فهمتي هو ماشي الغلط، الغلط ماشي ديال يوسف، حيت ولفنا على شي حوايج وبنادم بالخلعه وبنادم شحال من واحد، شكون اللي ما عمرو ما هرب للبوليس، شكون اللي ما عمرو ما دار شي زبله وهرب ولا شي حاجه. سو كيطراو بحال هاد الاشياء هذا، ولكن هاد الشيء لا يبرر التصرف ديال هذوك الناس، ولا التصرف انك تدفعو بموتور ولا تدفعو غادي بموتور، فهمتي بحال لا كتدفعو للموت، الا ما كانش الموت غادي شي حاجه خايبه غطرى ليه في حياته ولا في الجسم ديالو. تبقى باش بوليسي غيحرمك على ود الكاس تعاود تعيش، شنو بقى ملي دمك غيغدرك يطعنك في حقك يقطع لك الريش. كان ما كنغرب على
وضلا ميزان حرفت نجيبه من فوج حق شدي يدي جاء مش فعلي وضل سعمر والله ما تشفك وتخطى علي عرقي انا هكا مغربي هكا نفسنا حارة ما كاش الرئيس كل محكا فرنا كرموش على وطني انا قدروا نديروا معكم جي الف معركة عادي لكن طامعين في الجنة اشنا في جهنم الموري كيدفنا لي هادشي اللي زوين هادشي اللي زوين الشباب واخا كيبان لك بنادم كيعاني في هاد الحياه كيعاني في الوقت اللي عايشها وداكشي وصعيبه الوقت غدا وكتصعب غدا وكتصعب على كلشي ولكن كتبقى واحد ديك الوطنيه فهمتي حتى مغربيه فهمتي كاينه حتى مغربيه ماشي هي المشكل المشكل هو ان باغي المغرب احسن يجي شي دير بحالهم غتفنى ما تعلقش بدوك اللي واقفين في القمه شربت السم في اللي سابقني حتى مزهرين مسموم لقيتهم عندني وخا ما درت شي محاولة طحت في الهوية وزمان دابا شارحني شابة مكشوبة بدم خويا المظلوم اللي طاح خلط في هاد القوم على ود كرام ديال الدقيق هادو المعسول قولك على راسك مكاينش المعذور درار عقلي وشي كيفوش تو خلي جبزة بدو غيصغر تراك خارج من القلب تراك فيه فايب ديال القلب غادي فهمتي ديال هاد ديال هاد الشي ديال هاد الواقع هذا شوف الموج كنجي بوابي لك ابن يزدع نني فمو نشوف شكل فيه شكل كيزدع كريستال يا الله الله يرحم الله يرحم يوسف الله يرحم غيرهم من القلب خارج من القلب اي ستار مكتوب في التراك هذا خارج غيرهم من القلب والتراكات هادو كيكون عندهم واحد الوزن فريمون خاطر فهمتي كنحتار بحال التراكات هادو حيت فهمتي واكثر اللي كيجيو مع الوقت ما كيكونش بنادم ضارب لهم لا حساب لا حتى شي حاجه حتى كتفرقع وفد ما تفرقع بشي حاجه خايبه كتفرقع فكتبه وكتخرج تراك فريمون زوين بروجي كله زوين واخا ما فيش كليب ولا اني كاين فهمتي الارت وورك الدري مصايب الارت وورك مصايب تراك مصايب توشيات كاملين فريمون برافو اونكور اون فوا الله يرحم يوسف خاصو ياخذ الحق ديالو كيما بغى يكون هاد السيد هذا اللي دفعو كيما بغى يكونوا الناس اللي كيعرفوا على اي حاجه خاصو ياخذ الحق ديالو باسكو حنا ما عايشينش في فوضو ما عايشين في غابه الله يهدي ما خلق الله يدير لي فيها الخير للجميع صراحه الله يدير لي فيها الخير للجميع هادشي اللي كنتمناه ولكن ماشي كاع الناس بحال كاين اللي قلبو بيض وكاين اللي قلبو كحل ودي الدنيا الله خلقنا بحال هكايا خلق البشريه بحال هكايا وخلانا وكاين اللي غادي كاين اللي كيمشي من جهه زوينه وكاين اللي كيمشي من جهه خايبه والله يدير اللي فيها الخير هذه احسن كلمه نقدر نقولوا والله يرحم هذا السيد هذا الله يرحم يوسف الله يرحمه كنتمنى ياخذ حقه اكثر حاجه الله يصبر المهمه ديالو الله يصبرها كما كنقول حنا الوقت غيدوزو ايامات غادي ننساو ولكن المويه اللي غتبقى ما عمرها ما غادا تقد تنسى هادشي اللي طاري الله يصبر اونكور اون فوا شكرا الناس اللي تفرجوا اونكور اون فوا شجعوا بحال هاد البلانات هادو اكثريه ما غاديش يتبارطاجا في لي باج ديال الراب ولا هذا تراكات بحال هكا كيكون غابرين ما كيبارطاجيوهمش بارطاجيو نتوما كونوا نتوما هما الدفعه بحال هاد البلانات بحال هذا ما كانتش الله وليا فراسكم نتلاقاو في فيديو جاي اليوس